باقي عاقل على الصوت ديجا سونيشي ليا با مال دو فوا داكوغ. دونك بغيت غير نعرف شنو كتبيع حاليا، حيت كل ديجا كل مرة شنو كتبيع ياك؟ حاليا كنبيع لاباس بردينات، كنبيع صامغ. داكوغ انا قلت اسمي بردين ما كانش مشكل. واخا مزيان، حيت باغي تشك منه على العفريت ياك. واخا مزيان. اول حاجه اخي، هاد الصامبه هادي بشحال كتشريها؟ كنشري، المهم انت تكون كتعرف، كنشري العزاري، العزاري ارقام صغار كنشريهم ب 90، الكبار من 40 حتى 44 كنشريهم ب 93. داكوغ، دونك انت عندك فورنيسور كيعطيك لي طاي اللي بغيتي وكتاخذهم انت، كتضرب تضرب حسابك. واخا مزيانه القضيه دي. بشحال كتبيعها؟ كنت كنبيع ب 279. اوكي، ومن بعد؟ من بعد ولا كيبان كونكورونس، ولا كيطلعوا لي دي زارت صحابين اخرين، ولا مره مره كنمشي طابات يطلع لي ان الناس كيبيعوا ب 199، وانا نبيع ديالي ما بقاش في الاول. داكوغ، ماشي مشكل. دونك كاين داك لامباكت. النقطة اللي مهمة بزاف، شحال كتطلق في الأدس؟ كتطلق 100، لا كتطلق 24 دولار. شحال كتدخل لك؟ هذا إشكال، المهم في نهار الأول كيكون بيكسل عيان وهادي كتصبر عليه، نهار الثاني كيدخل ليا لا مويا من 18 حتى 26 حتى 29، كتبقى بحال الحلاقة. شحال كتكون من 25 ولا 23؟ شحال كتكون فيرمي فيها؟ في النهار كنكون فيرمي في هذيك 13 فوق 15 فوق 14 تبقى بلا تحلق. وفي لا ليفريزون شحال كيتليفرا؟ في اليومات العادية كيتليفرا تقريبا دوك 8 7 6، بعض المرات 5، بعض المرات يلعب معايا الزهر تليفرا حتى 12. واخا كنحتاج مثلا دوك الكولي، دوك المودول اللي كيكونوا بعيد، مثلا صيفط التلويج تا واش دار ما غاديش تليفرا في غد اليوم، حتى النهار الثالث كتحسب لك على ديك النهار الثالث، كتحسب لك النهار الثالث كيبرا ولا 12 مرة لا راه ديك النهار الاول زادت عليه. ناضي مزيان اخي. دابا البلان ديالك انت، هي السؤال اللي خليتي ليا في ميساج، هو انه دابا ملي بداو بنادم تيكونكيرك في هاد البروداكت هذا، ولا لوبجيكتيف ديالك هو انك تحيد ديك الكونتيتي اللي بقات عندك وتدوز لحاجه واحده اخرى؟ وكنفضل انا حاليا، ما انا نقول لك داكشي اللي بغيت ندير، انت غير شوف واش عرفتي دير ولا كا زعما النصيحه ديالك. انا بغيت ندير لك بلاصه ما نديرش كودو، اذا تي دير كونكورونس فكرت انه اي برودوي نمشي نقلب عليه في السوق وغادي يكون في الاول ما كاينش، غنبيع فيه شهرين 3 شهور ونبيع عليه عاوتاني كونكورونس ونبقى فهمتي، نبقى ندور 3 شهور ونبرك شهر. واخا مزيان. اول حاجه ملي كيتصل بيا شي شخص تيبغي يدير لو برودكسيون كرياسيون كنسولو عليها هي شحال عندك في الكابيتال؟ داكوغ، دونك 10000 درهم. واخا اخي، نورمالمون هنايا باش انت تفهم اخي، البروديكسيون مثلا غادي يمشي معاك، انا دابا جاي الصيف ياك، غناخد معاك غير الكا ديال واحد الموديل، نورمالمون غتكون شورت او شي شورت، سوا كتبيع للسيدات سوا كتبيع للدراري، نورمالمون على الاقل غادي يوجد لك بواحد 120 درهم، وانت راه كتبيعو ب 250 280. دابا نورمالمون باش يوجد لك لاتولي توجد لك هاد الكونتيتي، غادي يشرطوا عليك او موا تكون عندك واحد 100 حبه، داكوغ، و 100 حبه غادي، و 100 حبه غتقام عليك ب 10000 درهم بلا لي زات ديالها، بلا لومبالاج ديالها، بلا روينتها. دونك داك الكابيتال اللي ديجا دابا انت عندك، ما نهضروش على السلعه اللي باقا ما تباعتش، ملي غادي تبغي تخدم في البروديكسيون غادي تحطو كاش، ومن غير هادشي وانك فاش غتختار الموديل غيقول لك مول لاتولي غادي تعطيني واحد لافونس، لافونس على الاقل غادي يكون واحد 50% ولا 40%. داكوغ، دونك هاد النقط ضروري انك ديرهم في بالك، حيت باش تكون هادشي كامل. اسمح لي قاطعت، هادشي كامل هذاك اللي خصو القايضه. هو بيان سور، انا داير جيك لادر، انا راه جيك لادر. دابا نورمالمون انت ملي غتحط 10000 درهم ولا غتحط ربما واحد 11000 درهم في السلعه، بلا ما نهضروا على خص ضروري يكون عندك الفلوس باش غتطلق الادز، وخصك فلوس باش انك فهمتيني ربما تحتاج شي حاجه، فهمتيني؟ دونك هاد النقط هادو هما اللي كيخليوني انا شخصيا كنصح الدراري خدموا بلي ديسبونيبل. النقطه اللي اهم من هادشي كامل هو غنرجع معاك، ماشي غير فقط بدا كينافسني بنادم غنمشي غنعوج نهرب، حيت حتى في داكشي اللي ربما غتدير فيه البروديكسيون، راه تنعرف الدراري اللي كيمشيو كيديروا البروديكسيون مثلا في شي اونسومبل تيوجدوا فيه ميشن حبه 300 حبه، تيهزوا التصاور اللي كيخدموا بهم ياك، وكيمشيو عند اتولي كيطيحوا ليهم الثمن، وكيكون كيرو حتى في داكشي اللي هو هرب منه. دونك ما عمرك غادي تهرب من المارشي بهاد لا فاصون هادي،
مارشي تقدر تهرب منه من خلال ديك المنافسه، تقدر تهرب منه بلا تشوش ديالك انت كيفاش دايره، غادي تبقى خدام في هادشي اللي ديجا دابا انت خدام فيه حيت اشتلقتي فيه يدك. شحال دابا انت شحال دابا انت كدير تجاره؟ تقريبا 6 شهور. واخا مزيان، بشحال بديتي المره الاولى؟ بديت ب 2500 درهم بالسلعه. مزيان، دونك 2500 درهم دابا عندك 11000 درهم بلس عندك مليون ديال السلعه، يعني تقريبا في 3 شهور طلع شي 2 المليون، يعني عندك واحد الربح ديال مليون ونص. وزيدك حتى واحد الوقيته انا تقريبا خسر واحد المليون، غير كيف ما كتقول انت واحد قريشه في الميساجات قريشه. انا دابا هذاك الشيء ماشي مشكل، هذاك الشيء بحال اللي تانفيستي في راسك باش كطيح في دوك لي بروبليم وملشي علموك لي ميثود ديال الخدمه. دابا انا اللي بغيت نوصل لك هو في 3 شهور ضرب مليون ونص، فهمتيني؟ هذيك مليون ونص اللي ديجا عندك فلوس راه نورمالمون راه بون افير، راه ما كاينش شي واحد اللي غيبدا في 3 شهور من غير الا كبات. مرات كالدراري كيطيحوا كتعاونك رضات الوالدين، كيعاونك الزهر ماشي حتى الزهر، كيعاونك المجهود ديالك ولا ربما قريتي فهمتي شي ميثود ديال الخدمه. دونك البلان انا خير اللي غادي ننصحك به وغادي تبقى خدام اخي في هاد المسائل هادو اللي كدير دابا، اوكي؟ وغتحسن اخي السيرفيس ديالك والكومينيكاسيون ديالك مع الكليان. مثلا الا شي واحد انت شفتي تيهز السلعه وتيمشي شي تيطلق لي زاتس وتينافس في لي بري، انت ينافسو في الكومينيكاسيون في ديك السكريبت اللي نورمالمون كتطلق به الادز في الفوا اوف. هضر مع الناس بلي قول لهم بلي راه كاين في السوق، واخا راه كاين في السوق ناس اخرين تبيعوا السلعه، ولكن راه حنا راه في حاله كان عندك شي مشكل كنديروا لك سيرفيس ابري فونت. حنا نورمالمون كنبيعوا فهمتيني كلين، عندك شي مشكل حنا كنبقاو معاك حتى تاخذ لارتيكل ديالك، باش هكا واخا هو غيشوف لانونس في جهه اخرى يبقى يجي عندك انت بنفسك. فهمتش كدير هذا يفضل السيرفيس ديالك اي سيرفيس. حيتاش دابا بيني وبينك راه مغربي انا زعما دابخي داكشي اللي تنعيشو في التجاره راه ما عندوش مشكل يزيد الفلوس، ولكن غير ارتاح هو راه فينالمون باغي يرتاح توصلو البياسه ديالو مرتاح باخر ما عندوش مشكل. وكاين دابا بيني وبينك كاين الناس انا شحال مره تنشري شي بياسه عارف الثمن ديالها بالجمله شحال دايره، ولكن راك تشتريها فهمتيني حيت صافي ما فيك اللي صدع راسو اللي صدع راسك وتتشوف الامور واضحه. دونك من الاخر ما تفكرش في البروديكسيون كاع دابا، فوقاش تبدا تفكر في البروديكسيون ملي توصل لواحد 5 مليون 6 مليون ماشي مشكل، باش ديك الساعه حتى شي واحد 12000 درهم ديجا عندك الفلوس باش الا مشات معاك مزيان كاع ديك السلعه كتلقى عندك الفلوس باش ترجع بها. هادشي اللي كاين اخر انت فهمتيني، باش اخويا تبقى مرتاح. ماشي بنادم اصاحبي صور واحد 11000 درهم 12000 درهم غيمشي غيحطها. دابا انت غادي تقاتل انك تخرج ديك السلعه ما عندكش مشكل، خرجها بالثمن اللي ديجا فهمتيني كيبيعوا به حتى دوك لي كونكيرون، ولا ربما بغيتي تبقى تبيع بنفس الثمن ديالك واخا غيبداو قلال لي فونت ماشي مشكل، المهم لي سونسيال هو انك تربح فيها حتى هي على الاقل فهمتيني ترجع لك دوك الفلوس اللي ديجا انت دار في الكالكول ديالك. والسلام عليكم. والامور تكنيك ديك المره اللي عقلت كنتي هضرتي معايا قلتي لي كانت الكرياتيف النهار الاول الثاني الثالث تجيب من بعد ما تجيبش ياك. مازال هاد القضيه ولكن غير بحال اللي ولات كطول، ولات مثلا كانت في الاول مثلا النهار الاول كنت كنطلق عرض كيمشي النهار الاول النهار الثاني كيمشي الثاني مزيان الثالث مزيان كتوصل الرابع الخامس كيبدا يطيح. مثلا تخيل معايا من 20 كوموند كيوليو يجيوك 6 7 في النهار، كنت شنو كنت كندير ديك الوقيته؟ كنت كنشدو وكنمسح ديك الارض ما كنبدل فيها والو، كنشدو كندير كنوقفو كندير لي سيبريمي كنتسنى 24 ساعه وكنعاود لونسي نفس كلشي كيعاود يجي. وهاديك القضيه اللي قلت لك علاش ما درتيهاش ديال السي بي او اللي قلت لك سي بي او دير فيها جوج ديال لي زاتسات وحده براود وحده بلا انتريس وجوج ديال لي كرياتيف. ولكن انا نسولك دابا هي تيسترات لك في كامبين مزيان، علاش شنو اللي شي منعك تمشي دير كامبين وحده اخرى وتخلي لها راه خدامه على راسها؟ مثلا تطلق جوج كونت واحد عادي ما طلقش ثلاثه في كاين المشكل. في الايام الاولى ملي كنت كنطلق لي زات كان شنو كان كيوقع ليا؟
حيت انا باقي عندي بحال واحد التخوف الا ولا نقدر نسميه تخوف، هو انني مثلا كنت كنطلق اليمات الاولى كان العرض كيطلع لي اكثر من داك البخي اللي نورمالمون كنعمر لي مثلا كندير 24 دولار غير ديجا قطعات خوذه ولا ثلاثه. ولكن ديجا قلت لك هولد هذيك لا 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 راه تيرجعوا الفلوس اصاحبي في ديك الهولد اصاحبي من بعد سيمانه اصاحبي دي جور ماكسيموم راه كيرجعوا لك دوك الفلوس. انا عارف كنفيريفيش الكونت مع كيبقاو يجيو الفلوس كيبقى يتقطع الارت عاوتاني واحد شويه الشركات لا يبغاو كتصيفط لك الفلوس ديما الكونت كيبقى. لا لا شوف انت شوف هما هي نورمالمون ملي كيرجعوا لك الفلوس ما كتوصلكش نوتيفيكاسيون كوم كوا راه تصيفطات لك، راه نورمالمون الا كانت عندك مثلا 1000 درهم ونقصوا لك مثلا 100 درهم دونك تبقى 900، من بعد ملي كترجع لك الفلوس كترجع اوتوماتيكمون غادي تلقاها مثلا 950 فهمتيني، الا كانت تزادت 50 درهم تنقصات ومن بعد في الهولد كتطلع ديريكتوم. دونك ديما دير واحد جوجل شيت، دير شيت عندك وبقى تحط فيه تبقى تحط فيه الفلوس اللي ديجا عندك. مثلا ها هي عندك مثلا في الكونت 10000 درهم، حيتي مثلا فلوس ديال السلعه، حيتي فلوس ديال لومبالاج، حيتي فلوس ديال شي حاجه وحده اخرى، اوتوماتيكمون كتولي عارف شحال باقي عندك في الباقي. الفلوس اللي تيتنقصوا ديجا انت ما مدخلهمش عرفهم راه فهمتيني دازوا في شي حاجه انت ما كايناش، اولا شتي بزاف عرفهم راه رجعوك الفلوس للفيسبوك. فهمتك خيبر عندي واحد الكاسيو واحد اخر على حساب شركه لايف غاز مثلا ملي كنصيفط معاهم كنخوف نكون انا ندير في الاكسل ندير واحد الجدول كنبقى مثلا كندير لي غير شحال ليبريت شحال صيفط شحال باقي عندي في الدار هو كيكالكولي لي بارفو كنلقى دي كولي ناقصين ما عرفتش يمشي بحال نورمالمون في الشركه ديال في الاكسل كنلقى مثلا بابي يكون عنده مثلا 20 حبه ملي كنجي انا نفيريفي عندهم كنلقى مثلا غير 16 فهمتيني جوج حبات ثلاثه في الشهر كيطيرو مكنعرفوش فين كيمشيو. واش الشركة ديال الغوزون زعما تقدر تكون كدير تقارير بأنك ديهم ليا؟ رد البال اخويا ما غاديش ناخذو الاتم ونقولو شي حاجه ما كايناش، ولكن اخويا رد البال اخي غدير كوبي ديال جوجل شيت فهمتيني صافي اي كود باقي كود بار صيفطو غادي دير لي كوبي فهمتي ديما انت عندك تراسابيليتي خاصه غير بيك. ولكن اش من شركه التوصيل هذه اللي كتخدم معاها بجوجل شيت؟ ماشي بجوجل شيت، انا بوحدي كنطيب في داكشي بجوجل شيت ماشي انا كنخدم معاه بجوجل شيت. مثلا انا صيفطت اليوم خمسه نكتب خمسه صيفطت 10 غادي نكتب 10 عاوتاني جاوني خمسه ديال الروتور غنطيب خمسه ديال الروتور كيبقى يتكالكولي تيبراو لي 4 كيتنقصو وكتبقى بحال هكا فهمتك. ولكن دابا بلاتي دابا شركة التوصيل ملي كتحط لها نتايا الغماساج ياك كتحط لها فوالار كاين خمسه ولا 10 ديال لي كوموند نتايا نهار اللي كتشري ديك البون غماساج كتشري كتحتفظ بيه عندك؟ عندهم بون ديال الروتور هو اللي كيعطيك بون صافي. علاش ما كاينش البون ديال الماساج؟ ما كاينش لا صافي كيجي ليفرو كيجيو لا هو ليفرو راه ماساج ما كاينش بن سليمان قريب ليك شويه ما كاين غير ليفرو وراه ماساج خمس لوقت. داكور اخي المهم اخي بقى دير داك الكوبي اخي باش تبقى عاقل اخي وعارف كل كوموند كتخرج ورد البال مع هاد المسائل. صافي شكرا بزاف خاي الله يرحم الوالدين الله يرحم من رباك. وبالنسبه للدراري اللي غيشوفوا الفيديو انا اقسم بالله اليمات الاولى كنت كنقول هذا راه كيتفلاو دراري اقسم بالله حتى كاين ميتة بنادم يعول على راسو قال 3 شهور الاولى راه ما غتشوف والو راه 10 ولكن 10 5 كيدخل لك داك الشيء بشويه ولكن كيفاش ولكن كيفاش كنتي كتقول هادشي راه شي تفلاو كنقول دابا فهمتي كان كيطلع لي مثلا انا الحاجه الوحيده اللي خلاتني واحد الكلمه اخي بدر قلتها في واحد الفيديو اللي عقلتش عليها بحال دوزتي لي واحد السلك كان في راسي ما كانش خدام دوزت ضربتي لي بالضو بحال خدم ديال القضيه اللي قلتي ديال شوف كنت كون كطالع في فيسبوك راه ما كاينش الاد فابور اي اد كنتي شفتي راه مولاه كيخسر فلوس مادام كيخسر فلوس جيب خير فلوس هاد الكلمه اللي قلتي يعني بحال حركات لي شي حاجه هادي كاين ميتا وبصح دراري تشكي اي تكون اذا تكون ناعس وتكون تشاد التليفون كطلع اي اشهار طلع لك عرف ان راه هذاك الاشهار راه مولاه خاسر فلوس باش انت شفتي ممكنش غير حط فلوس ولا مكيدخلهمش واخا يكون مصدق. لا بصح معقوله انني فهمتي ديت كلمت صافي تما بشويه بشويه وخديت فورماسيون ديالك تبارك الله فيها كلشي صافي بشويه بشويه تجاب الله تي والمهم ان شاء الله الله يجزي الخير ان شاء الله. المهم الله يسر لك الامور اخويا حتى جيتي شي حاجه راك عارف. المهم دراري بادر ماشي اول مره زعما غنسول راه كنصانع عليه كيجاوبني بارفو ما كيجاوبنيش كنبقى نبرصو وراه ما عرفتش سميتو دابا صح
الله يرحم الوالدين والشهيدين، ماشي زعما الله كان يسلمك مشغول الله. بيتش. الله يحفظك اخي، شكرا. الله يرحمه ويبارك في عمره. الله شكرا يحفظك، استاذ. الله يحفظك، يلا الله يرضاك. انا ما عايش الحشم في شي واحد تلقى يديرو بحال هكا. الله يسر لكم الاخوان. انا ديما كنقول واحد الحاجه، هادشي راه ما كنديروش فقط باش انني نعاونك، راه كندير هادشي باش انت تشوف فيديوهات، وكاين اللي كيكون منكم باغي يتعلم مثلا في 15 يوم، وما فيه اللي بقى انه تالف ما بين لي فيديو في يوتيوب ما بين بزاف الناس تيخطبوا عليه. تيجي عندك تيقول لك بدر خويا تشبه معايا، ولا بدر خويا بغيت له فورماسيون، كتعطيه فورماسيون اللي كيتعلم داكشي في واحد الوقت اللي واجز. دونك راه وين وين، فهمتي؟ راك تتربح باش كتعطي فهمتيني افكار بصفه عامه. انا كنعطيك سير لي يسرك امور، ما تواصلش معايا، ولكن في نفس الوقت راه خدم شي هادي فهمتيني. كاينين الناس اللي كياخذوا لي كونسلطاسيون، كاينين الناس اللي كيبغيو تصايب ليهم السيت. دونك حتى بعض المرات كيقول لك شي واحد مثلا انت خدام لي كوميرس، علاش غتخدم التجاره؟ علاش غتخدم لي فورماسيون بحال هكا؟ كتخدم لي فورماسيون باش تزيد تدخل الفلوس. واش كاين شي واحد عنده مليار كره يضرب جوج المليار، ولا مثلا واحد عنده تيدخل مثلا مليون في الشهر كره يضرب 3 مليون؟ هذه حقيقه فهمتي. حيت حنا ولينا عايشين في واحد بنادم فهمتي لغه الخشب بزاف، راه هادشي كامل باش نربحو، هادشي كامل باش نخدمو فهمتي. راه العيب، العيب عليك هو انني الا قلت لي مثلا علمني كيفاش نطلق الادسون، وما عطيتكش شي حاجه اللي تعلم بها الادس بصح، وما عطيتكش مثلا البراتيك، ها كل حاجه كيفاش تخدمها، هذه هي الخدمه فهمتي. اما المعقول فهمتيني راه باين، اما فهمتيني الهضره بزاف كما كنقولوا، الهضره ما كتشري خضره فهمتي. راه انت واحد النهار ربما تعلم شي سكيلز تقدر انك تعلمها للناس بمقابل ومن حقك. المهم هاد اللعيبه هادي ما كنتش باغي نتكلم فيها، مي تيجي لك، تيجي لك في بالك بعض المرات دي كومونتير كيتحطوا بارفو، راك عارف ما كنتش باغي انك تجاوب. الله يسركم الامور الدراري، ان شاء الله ولي فراسكم. باي باي.